أثبتت التجارب التي قيمت على الأطفال منذ الشهور الأولى بأن الطفل يمتلك مهارة مهمة جدا في التعلم، وهذه المهارة هي التمييز بين المتشابه والمختلف. فينمو الطفل وهو يستطيع أن يميز صوت الأم، صوت الأب، صوت الأخوة في البيت. وعندما تتوسع دائرة الطفل في النمو، فيستطيع أن يميز صوت المعلمين والأقران وباقي أفراد الأسرة. وبالتالي ينمو لدى الطفل أسلوب مهم جدا للتعلم في البيئة واكتسابه للسلوكيات، وهذا الأسلوب أسلوب التقليد أو أسلوب المحاكاة، فهو يقلد أسلوب الأم، أسلوب الأب، أسلوب الأخوان في البداية في المنزل، وعندما تكبر دائرته ويذهب إلى المدرسة فيقلد أسلوب المعلمين وأسلوب الأقران. إذن هذا الأسلوب مهم جدا لتعليم الطفل السلوكيات الإيجابية. فالتربية لا تقوم فقط على الأوامر والنواهي والعقاب والثواب، ولكن أساس التربية أن يشاهد الطفل القدوة الحسنة للسلوكيات لكي يقلدها في سنوات عمره الأولى. فيبدأ بتقليد أسلوب الأب وأسلوب الأم. إذا كان بيئة البيت مفعمة بالأسلوب الهادئ والحوار والنقاش، فيتعلم الطفل أسلوب الحوار والنقاش. فإذا كانت بيئة المنزل تتعامل مع حل المشكلات بدلا من أسلوب الاتهام والسخرية، فيتعلم الطفل كيف يحل مشكلاته قدوة بأسلوب الأم وأسلوب الأب. فإذا أي سلوك نريد أن نغرسه في الطفل لابد أن يرى في سلوكياتنا، سواء كان بالأقوال أو كان بالأفعال، وبذلك يتعلم الطفل السلوكيات الإيجابية. كثير ما نلوم الأطفال على المشكلات ونعرضهم إلى العقاب، فالطفل عندما يتعرض إلى مشكلة فهذا معناه أنه لم يشاهد القدوة في المنزل كيف يتعامل مع هذه المشكلة. على الوالدين الأخذ بعين الاعتبار هذا الأسلوب، أسلوب التقليد والمحاكاة عند الطفل بعين الاعتبار، وخاصة في المواقف الصعبة والمواقف التي تحدث فيها مشاكل، قبل أن يقوم الوالدين بأي ردة فعل نحو أي سلوك سلبي نحو الطفل، لابد من التفكر كيف أنا سأعالج هذه المشكلة أو كيف سأتعامل مع الطفل، لأن أسلوبي هو الذي سيكتسبه طفلي في المستقبل، وأنا القدوة الحسنة لأي سلوكيات أريد أن يتعلمها الطفل. أسلوب المحاكاة والتقليد مهم جدا في تعليم الطفل القيم والمثل العليا. كثيرا ما نستخدم أسلوب لا تفعل كذا، افعل كذا، عيب، حرام، لا يجوز، هذه كلها كلمات مبهمة الطفل لا يفهمها، ولكن الطفل الذي يكتسبه ويفهمه هو ما يرى من سلوكيات الوالدين أو من سلوكيات الأسرة. فلذلك أيها المربين والأباء، أي سلوكيات تريدون أن تكسبوها للطفل لابد أن تنعكس في سلوكياتكم أولا، حتى يشاهدها الطفل ويقلدها ويتعلمها ويستخدمها مع أقرانه وفي البيئة التي خارج منزله.